أقامت جمعية الصحفيين البحرينيه مجلسها الاعلامي بعقد ندوه حول الاعلام القطري قدمها الاستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفه الاتحاد الاماراتيه وقد بحث الحمادي اوجه التغطيات الاعلاميه للاعلام القطري قبل وبعد الازمه ودلالات وتطورات كما تحدث عن العلاقه المشبوهه التي تجمع قطر كدوله داعمه للارهاب بدول اخرى تحمل التوجه ذاته وبالتنظيمات والكيانات الارهابيه في المنطقه تسميه الارهاب القطري بمسمياته وكشف الحقائق والوقائع التي مارستها قطر بغلاف الحريه الصحفيه المزعومه ضد الدول العربيه هو ابرز ما تضمنته هذه الندوه التي جاءت بعنوان الاعلام القطري قبل وبعد الازمه كان ضيف الندوه الاستاذ محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفه الاتحاد الاماراتيه الذي اكد ان الاعلام القطري داب على تاجيج الازمات السياسيه وافتعال الفوضى في الوطن العربي في خط موازن مع السياسه التي تنتهجها حكومه قطر اليوم الاعلام القطري حقيقه من الواضح انه يعني زاد من الازمه القطريه وهذه يعني واحدة من مشكلات قطر وفي هذه الأزمة بدل أن يكون الإعلام هذا قادر على أن يوضح الصورة للداخل القطري أو حتى للخارج فأنه يعني تعامل بشكل عدائي للأسف الشديد مع المحيط وبالتالي هذا الأمر لم يخدم قطر بشكل كبير وربما لاحظنا خلال أيام الأزمة كيف أن كثير من التقارير الإعلامية سواء كانت على القنوات أو على الصحف يعني أحرجت ربما الحكومة القطرية إلى حد ما ويعني أدانتها في نفس الوقت وهذا الأمر أضعف الموقف القطري في مقابل ذلك أنا أعتقد الإعلام في الدول المقاطعة كان يتحلى بقدر كبير من المهن والموضوعيه وعنوان المحاضره في الحقيقه هو عنوان يمس طبعا وضعنا الحالي خاصه الخليجي ومما يعني له تاثير كبير جدا في في التعاون الخليجي بشكل عام يعني. طبعا حركه حركه الاخوان في الحقيقه في, في المنطقه ككل ليست في قطر فقط ولكن في المنطقه العربيه ككل لها ابعاد في الحقيقه خطيره جدا يعني يعني استطاعت ان تصل الى الحكم في في مصر واثبتت فشلها لانها لم يكن لديها اي مشروع لحكومه او دوله، في الواقع قطر تعيش فزع وخوف وهلع من تاثير هذه المقاطعه والتي تسميها آآ آآ والتي تسميها حصار والحصار في الحقيقه هو اداه تستخدم في الحروب ولا وليست ولا تستخدم في, في وقت السلم آآ آآ المقاطعه تح ممكن تح تحدث بين اخوان في بيت واحد احنا اليوم في جمعيه الصحفيين دعينا الاستاذ محمد حمادي رئيس تحرير جريده الاتحاد الاماراتيه يتكلم عن الاعلام القطري ما قبل المقاطعه وما وهذه اللقاءات مهمة للصحفيين والزملاء في البحرين ان يلتقوا باقرانهم في الدول الاخرى الخليجية وخاصة الدول المقاطعة على اساس ان تتبادل الرؤى وتبادل الاراء وتبادل الافكار. ورأينا هذه الاستفادة في احنا طريقة الطرح القضية والازمة مع قطر في اعلامنا سواء في البحرين او في السعودية او في الامارات حتى مصر. هناك حقائق منشورة عندما نرى الجهه الاخرى هي قطر في هناك للاسف تناقض اعلامي، في لغه اعلاميه نازله، فيها هناك الكثير من الافتراءات، فيها الكثير من المفبركات. حضور الندوه من صحفيين ومحللين اكدوا ان المهنيه والحرفيه الصحفيه هي المعيار الاول في التعامل مع الازمه القطريه. لعل ابرز ما شفناه منها التخبط اللي دخلت في قناه الجزيره من فبركات اهمها فبركه بيان صحيفه النبا البحرينيه والفبركات في الترجمه الفوريه لكلمات الرئيس الامريكي دونالد ترامب والفبركه الاخيره اللي تتعلق بمحكمه الجنايات الدوليه في اصدار بيان ضد المقاطعه فكل هذه علامات واضحه على ان الازمه تصل الى الدوحه والقلق واضح على وجوههم. طبعا احنا لما نرصد التعامل القطري مع الازمه الخليجيه اللي صارت احنا نشوف انه بعيد عن المهنيه، بعيد عن المصداقيه، بعيد عن مواجهه اسباب الازمه او اسباب المقاطعه. نحن نرى تعنت وتمرد ونرى مراهقه سياسيه ونرى تعامل غير اعلامي بالمره مع الازمه الخليجيه اللي حاصله من الجانب القطري. للاسف احنا توقعنا شيء افضل من من في التعامل الإعلامي القطري مع دول الخليج توقعنا أن هناك نضج إعلامي خصوصا أنهم يحتضنون قناة الجزيرة التي تعتبر من القنوات المؤثرة على مستوى الوطن العربي لكن خذلنا بهذا التعامل العلاقات المشبوهة بين قطر وإيران واشتراكهما في دعم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي كأداة لتحقيق الأهداف هو تهديد بدأت المنطقة بالتعامل معه بالأساليب القانونية المناسبة ولكن الهجوم الإعلامي القطري بات يلقى إسناداً من خمسين ألف حساب إيراني يهاجم دول المنطقة لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار وهذا ما يتطلب الوعي للمواجهة بكل احترافية. يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.